امام مرمى الحارس ياسين الحواصلي. كونفور لولو يوقع العميد محمد عزيز يوقع العميد محمد عزيز يوقع يون في الوقت الميت من المقابله وامام شروط ديني يمكن نقول شروط ديني لدي خط دفاع الفريق الحسيمي يستغله البركانيون من كره للمخضرم وثاني اكبر عنصر من حيث السن داخل الفريق البركاني محمد عزيز الذي وقع الهدف الاول في المقابله والموسم الخامس هذا اللعب رفقه فريق